منذ حوالي 4 أسابيع ومرتزقة البوليزاريو تحاول مع سبق الإسرائيلي والترصد غلق معبر القرقرات باعتباره شريانا اقتصاديا حيويا بالنسبة للمملكة المغربية ونافذته البرية الوحيدة للمرور إلى عمقه الإفريقي. خطوة جبانة ويائسة اتخذتها عصابة البوليزاريو بأوامر صريحة ومباشرة من الجهات العدو الفعلي والمباشر للمغرب في محاولة بائسة لفك العزلة عن المرتزقة وصب الزيت على النار لإشعال المنطقة وإدخالها بؤرة التوتر والقلق. جل المتتبعين والملاحظين الدوليين والمحليين لم يساورهم أدنى شك ولو للحظة بأن الرد المغربي سيكون مدروسا وحكيما، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي الذي كان صريحا وواضحا حول مسألة القرقرات، حيث تشبثت المملكة بالمنطق والحكمة دون التفريط في حق صد محاولة نيل من الاستقرار بقوة وحزم. بقوة وحزم قامت عناصر قوتنا المسلحة الباسلة صباح يوم الجمعة بعملية تمشيط واسعة، وتم طرد فلول المرتزقة الذين فروا مهولين في كل الاتجاهات. فهل تكون القرقرات آخر مسمار يدق في نعش عصابة البوليزاريو؟ من المجهود اللي قام به الجيش المغربي بأوامر ملكية سامية للتدخل ولإبعاد مرتزقة البوليزاريو اللي بغاو يديروا عرقلة التنمية بالأقاليم الصحراوية، لأن منطقة الكركارات هي منطقة حساسة ومنطقة اقتصادية وهي شريان الاقتصاد بين المغرب وموريتانيا. إذن هذا التدخل اللي قام به الجيش المغربي تدخل رائع، واستجابة لنداء القائد القوات المسلحة الملكية المغربية محمد السادس نصره الله. وهذا التدخل هو ما جاش وليد اللحظة، فهو وليد تقريبا أكثر من 21 يوم، والاستفزازات والتحرش بالجيش المغربي كان في المستوى ومستوى الكبير. جاته الأوامر، نفذ الأوامر، وتم إبعاد مرتزقة البوليزاريو اللي ما عرفناهمش حنا منين جاو، واش جزائريين ولا ماليين ولا موريتانيين بغاو يديروا العرقله، ولكن المغرب تدخل بشجاعه بدون إراقة. عجبني هذاك القرار، انا يمكن نعطي الدم ديالي نعطيه لهذيك البلاد، حنا بلادنا هذيك، انا مستعد نمشي من غدا نمشي نموت فيك البلاد، ما عنديش مشكل. كي جاك القرار؟ مزيان، الله ينصره والله يخليه لينا، نطلب الله سبحانه وتعالى، الله يغلبنا على من اذانا، الله يغلبنا على من اذانا، والله يعطيه صحيحته، والله يسهل عليه، والله ينصر الأسرة. أهلا وسهلا صديقي. بالنسبة للموضوع ديال القرقرات، أول حاجة غنقولوا الصحراء مغربية، وتنشكروا من هذا المنبر تنشكروا صاحب الجلالة على التوصيات اللي عمل، وتنشكروا القوات المسلحة لأنهم دافعوا على الصحراء والصحراء المغربية، وتنقولوا بما ان احنا مستعدين باش ندافعوا على الوطن ديالنا ونقدروا نمشي. الا قالوا لك تمشي دابا تحارب اشنو غدير؟ انا مستعد نمشي، انا مستعد نمشي وندافع على بلادي والمغربي الحر والقحو اللي تيموت على بلاده ولا على ولاده، احنا مستعدين نمشي. وتنشكروا من هذا المنبر تنشكروا القوات المسلحه اللي قاموا بالواجب واللي جراو لينا على ولاد الحرام من بلادنا، وهذا البلد راه عزيز، وهذا البلد راه عنده الرجال ديالو، وتنشكروا الملك ديالنا اللي ابانا 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 على الأبوة اللي أب المغاربة كاملين، وأكد بأن الصحراء مغربية، وهو اللي عجبني في هذوك ولاد الحرام ديال البوليس. القضية ديال القرقرات هي قضية وطنية، قضية كل المغاربة من طنجة للقويرة، والحمد لله احنا دايرين الثقة الكاملة في صاحب الجلالة، ودايرين الثقة الكاملة في قوتنا المسلحة الملكية البسيلة، وإن شاء الله قضية راه قضيتنا، وصحراء صحراء مغربية رغم أنف الأعداء، يعني أعضاء الوطن، يعني سواء في جميع يعني في جميع أنحاء العالم، والناس اللي كيتواجدوا في القرقرات راه مرتزقه يسترزقون، يعني كيجلبوهم من بعض الدول باش يحطوهم تما باش يسترزقوا بهم، والحمد لله كنديروا الثقه في قواتنا المسلحه الملكيه، وكنديروا الثقه في 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 ملكنا، وان شاء الله الصحراء مغربيه وغتبقى صحراء مغربيه. مستعد تحارب على بلادك؟ والحمد لله انا مستعد من اليوم انني نضم ولا انني نلتحق بالصحراء المغربيه، وندافع على وطني، وندافع على الصحراء المغربيه، وندافع على المقدسات الوطنيه. باش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.